إنجازات عسكرية مهمة في جبهات تعز. منذ نحو 10 أيام تتواصل أحدث جولة من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة لتحرير ودحر الميليشيا الانقلابية مما تبقى من محافظة تعز. أنهى الجيش في جبهة الصلوة الواقعة في جنوب المحافظة معركة تحرير المديرية، وبدأ بالتقدم باتجاه دمنة خدير إحدى أهم معاقل الميليشيا. انتصار يكتسب أهمية استراتيجية كشف عنها المتحدث باسم قيادة محور تعز العقيد عبد الباسط البحر. العقيد البحر أكد أن الميليشيا فقدت التوازن والتحكم بطرق الإمداد والعملية العسكرية في جبهات الجنوب والجنوب الشرقي لتعز بعد هزيمتها في الصلو، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها وشملت مصرع العميد محمد عبد الحق قائد ما يسمى لواء 202 ميكا، إلى جانب العشرات من القتلى والجرحى وتدمير عدد من آليات الميليشيا وتحصيناتها على يد الجيش ومقاتلات التحالف. إلى ذلك واصلت فرق الهندسة العسكرية عمليات نزع الألغام التي زرعتها الميليشيا في نقيل الصلو وقرى الأقيوس والمقطار وحبك والرصفة والحصابر والضبة وصرم الحمادي والخيام ووادي موقعة ودار الحريبي ومدرسة النجاح في منطقة الشرف. وفي جبل المنعم إلى الغرب من تعز واصل الجيش الوطني معركة استعادة الجبل والتباب الملحقة به وسط تقدم كبير تمكن خلاله الجيش من استعادة نحو 60% من هذه التباب الاستراتيجية التي تشرف على مساحة واسعة من المناطق الواقعة إلى الغرب من المحافظة. آخر التطورات في تبة وجبال المنعم، لقد تم السيطرة على سلسلة من التباب التابعة للمنعوم، لأن المنعوم ليس جبل واحد وإنما عدة تباب، والآن الحمد لله قد تم السيطرة حوالي 60%، والباقي يعرق لنا الألغام والقناصات، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيتم تطهير جبل المنعوم. مقاتلات التحالف وجهت ضربات مركزة استهدفت مواقع الميليشيا في قرى الدبح وتبيشع والحصيراء وآخر تبة تتحصن فيها الميليشيا بجبل المنعم، كما استهدفت مقر القيادة والسيطرة للميليشيا في منطقة الحوبان ودمرته، واستهدفت آليات نشرتها الميليشيا في المناطق الخاطعة لسيطرتها ومنها الدبابات المتمركزة في منطقة الستين، إلى جانب تدمير مخزن أسلحة في منطقة الروض. مؤشر معركة تعز كشف عن التراجع الكبير لقوات الميليشيا الانقلابية في مواجهة الجيش الوطني الذي أبدى تصميما على إنجاز مهمته ولو بالحد الأدنى من الإمكانيات.